10500 نعطيكم حالة الطقس بتاعنا اليوم كيفاش مش يكون؟ الطقس باش يكون مغيم جزئيا، فاحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعديه تكون مصحوبه بامطار بعد الظهر بالجنوب، ثم تشمل تدريجيا مناطق الوسط والشمال وتكون احيانا غزيره مع تساقط البرد باماكن محدوده. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفه فمعتدله، ثم تتقوى نسبيا باقصاء الجنوب بعد الظهر وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. البحر باش يكون قليل الاضطراب ثم متموج بخليج جابس، وتتراوح الحرارة القصوى عامة ما بين 25 و 33 درجة اليوم، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب. هذا طقسنا اليوم كيفاش باش يكون؟ سينا راجعين لكم بعد الأخبار في فقرة العادة، فقرة العناوين وأهم العناوين الصادرة في الصحف صباح اليوم، خاصة الأخبار المحلية أيضا. مش عامل جولة في الأخبار العالمية مع نسيها نصري بعد شوية. أيضا اليوم مش نحكيه على وضعية من وضعية التشغيل الهش اللي حاضر معنا زاد اليوم في 9:30، مش نحكيه على وضعية تعليم الكبار ورقمنة تعليم الكبار وتعريف جديد أصلا لمفهوم الأمية في تونس وتعريف الأمية اليوم والتعليم الكبار الرقمي شاكي عليه اليوم بعد في 9:30. احنا خارجين توا فاصل صغير، نرجعوكم بعد الأخبار في الريفيو دي بريس.